لسنا من قدر أن نكون سوريين ولا فلسطينيين، ولسنا من اختار العيش في خيرة بقاع الأرض وفسطاط المسلمين. وكم تمنينا لو تركتمونا نعيش في شامنا ومع أولادنا بسلام آمنين. لا طائرة تقصفنا ولا بحار تغرقنا ولا أوطان تؤوينا تحت مسمى اللاجئين. فنحن الأعزاء الكرام ما كنا في يوم من الأيام مستضعفين. أنسيتم زمن الفتوحات من الأندلس غربا وحتى مشارق الصين؟ ألم تكن الشام عاصمة العالم وبها اعتز الإسلام مئات السنين؟ فلماذا تركت وتركنا معها في معركة بينكم وحيدين؟ والعدو والحكم هما لنا الخصيم. فيا أخوة العروبة والدين، حتى متى تبقون عنا متخاذلين وفي لهوكم ودنياكم عنا غافلين؟ إن كان لم يحرك ضمائركم من قال حقدا ها قد عدنا يا صلاح الدين. فإياكم أن تنسوا أنه إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، فهو خبر حق من الصادق الأمين ومؤكد أن من بيننا الطائفة المنصورة القائمة بأمر رب العالمين. فلا يغرنكم أو يرهبنكم قوة نظام العلويين واليهود والصليبيين، واعتصموا بحبل الله القوي المتين، واتقوا الله فينا الذي وعد وبشر عباده الصابرين. فمن إدلب العز وغزة الصمود في الشام مهبط الأنبياء والمرسلين، نستصرخكم وما غفلنا عن هدفنا طرفة عين. وإن تركتمونا نقاتل وندافع عن آخرنا، فنحن خصماءكم عند الله يوم تنصب للناس الموازين.